شهدت ما تسمى انتخابات مجلس الشعب التي أجرت الحكومة السورية في مناطق سيطرتها إقبالا ضعيفا جدا على مراكز الاقتراع ومقاطعة واسعة في الجنوب السوري وكذلك في دير الزور وريفها الشرقي. رغم علمها وإدراكها المسبق بأن انتخابات ما يسمى مجلس الشعب لن تلقى قبولاً وإقبالاً عند السوريين، إلا أن الحكومة في دمشق أصرت على إجراء هذه الانتخابات. انتخابات مجلس الشعب التي دائماً ما توصف بأنها تمثيلية ومسرحية تقوم أجهزة المخابرات بإدارتها، تشهد هذه المرة رفضاً علنياً من داخل مناطق سيطرة الحكومة في السويداء ودرعا، الأمر الذي يعتبره مراقبون تطوراً لافتاً. مدينة السويداء وريفها شهد غياباً شبه كامل بالمشاركة في الانتخابات واحتقاناً شعبياً كبيراً، حيث رفضت عدة بلدات وقرى وصول صناديق الاقتراع إليها، بينما أقدم محتجون غاضبون منذ ساعات الصباح الأولى على تحطيم الصناديق في عدة مراكز ضمن بلدات في ريف السويداء الغربي وإغلاق أحد المراكز تعبيراً عن رفضهم المطلق للانتخابات. أما في درعا المجاورة فقد رفع شبان في مدينة نوى لافتات ترفض إجراء الانتخابات في المدينة وطالبوا بطرد المرشحين للدورة الانتخابية الجديدة لعام 2024 داعين الأهالي لعدم المشاركة في الانتخابات. ولم تكن دير الزور وريفها الشرقي بعيدة عن مشهد الرفض في الجنوب، حيث رفض كثير من السوريين التوجه لمراكز الاقتراع، ووسط هذا العزوف عن المشاركة في الانتخابات، عمد بعض المرشحين في دير الزور إلى تعيين مندوبين عنهم لشراء الصوت الانتخابي مقابل مبلغ قدره 50,000 ليرة سورية، مستغلين سوء الأوضاع المعيشية التي يعاني منها نسبة كبيرة من أهالي المنطقة. وفي الرقة أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة مركزاً انتخابياً في بلدة معدان بريف الرقة بالتزامن مع أقدام مسلحين آخرين على زرع عبوة ناسفة بالقرب من مركز انتخابي آخر. هذا وشهدت مراكز الاقتراع إقبالاً ضعيفاً جداً، حيث عزف السوريون عن الإدلاء بأصواتهم رافضين هذه الانتخابات التي تأتي في وقت تغيب مشاريع وخطط تحسين ظروفهم المعيشية عن برامج المرشحين الانتخابية الذين نشروا صورهم وشعاراتهم الزائفة، وخاصة أن من بينهم متهمين بجرائم إنسانية وتهريب المخدرات وتشكيل عصابات مسلحة. ينضم إلينا من فيينا بسام العيسمي، محام وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا. أهلا بك أستاذ بسام. إذن اليوم الحكومة السورية أجرت انتخابات ما يسمى مجلس الشعب في مناطق سيطرتها، وهي لديها علم وإدراك مسبق أن هناك رفض لهذه الانتخابات وعدم إقبال عليها. لماذا إذن أصرت إجراء هذه الانتخابات؟ تحياتي لك وإلى المشاهدين. أهلا بك. يعني كعادتها هي تعرف أن السوريون أن السوريين جميعا يرفضون هذه الطرق الباغية. المواقف في السويداء ولا في مناطق أخرى لرفض هي المسرحية الحقيقة هي ترجمة حقيقية وصادقة تعكس يعني مكنون الألم والقهر السوري بكل أنحاء سوريا ضد هذه الطغمة اللي يعني لن يعني توفر جريمة إلا ارتكبتها بحق السوريين. طيب أستاذ بسام، يعني كما تعلم هو أمر لافت اليوم إعلان السويداء أو الجنوب، إعلان بشكل واضح أنها ستقاطع ودعت إلى مقاطعة هذه الانتخابات. كان هناك مرة سابقة أيضا في درعا حدثت نفس الموضوع عند الانتخابات الرئاسية. هذا التطور في الموقف الشعبي السوري كيف ينعكس على الإدارة السياسية لإجراء هذه الانتخابات؟ الإدارة السياسية للانتخابات ليس هناك مؤسسة مستقلة، كل هذه المؤسسات هي أدوات بيد النظام،
هذه مؤسسات شكلانية، يعني ليس لها أي موقف مستقل. فالنظام بيعرف أنه الشعب كله ما بطيقه، بيعرف أنه الشعب مقهور، والشعب كله فيما لو أتيح له الفرصة وتمكن كله بينزل على الشارع، كل السوريين بينزلوا على الشارع، لأنه كم الألم والقهر اللي أذاقه النظام للسوريين هو كبير جدا، يعني خاصة في 13 سنة الأخيرة. فلذلك رفض أهل سويداء وأحرارها يعني بوضع صناديق الانتخابات والدعوة لمقاطعتها، إن كان في السويداء ولا في غيرها، هي يعني ترجمة حقيقية وصادقة وأمينة لواقع قائم وحقيقة غدت ثابتة، ويعني بيّن لا تحتاج لإثبات، يعني بأن الشعب السوري بغالبيته يعني بكل شرائحه المجتمعية المدنية والأهلية يعني قطع، لكن يعني وقع الطلاق، لا يمكن أن يعاد إنتاج هذا النظام أو يعاد تدويله على الأقل يعني داخليا. فالسوريين رافضين تماما أن يدول هذا النظام بعد ما ارتكبوا من ارتكابات بحقهم، يعني شو خلى، يعني قتل وهجر واعتقل وعذب وقتل الناس تحت التعذيب واستخدم الكيمياوي، دمر البلد، باع البلد، يعني شو بقي؟ استاذ بسام، لكن الحكومة السورية يعني هي تقوم بإجراء هذه الانتخابات في إطارها الدستوري والقانوني، كل 4 سنوات هناك انتخابات. يعني هل هناك رسائل باعتقادك، نتحدث عن رسائل للخارج قبل الداخل، رسائل سورية؟ سيدي، ليست المرة الأولى التي يقوم بها هذا النظام بهذه المسرحية. بالأساس نظام الأسد من يوم جاء اغتصب السلطة حول كل مؤسسات الدولة العامة بكل أشكالها السياسية والتمثيلية من اتحادات ونقابات ومؤسسات بكل مستوياتها، يعني ويعني ومندرجاتها، كان مؤسسة الجيش ولا القضاء ولا المؤسسات التمثيلية، مجلس الشعب بكونه يمثل السلطة التشريعية، إلى مؤسسات ديكورية فاقدة للروح والقرار، فأعاد إنتاجها من جديد. كل هذه المؤسسات يعني ربطها بشكل محكم بخيوط الاستبداد، حول وظيفتها إلى أن تكون استيطالات أمنية، يعني تعمل في مهرجان مزور وهي كجزء بنيوي من النظام. مجلس الشعب ليس له علاقة بالشعب، الجيش ما له علاقة بالوطن، القضاء ما له علاقة بالعدل، هكذا. إيه، هي وضحت الفكرة، بس موضوع الرسائل للخارج، يعني هل تعتقد أن الحكومة السورية تريد أن تقول أن هناك ما زالت شريحة من المواطنين، أن هذه الحكومة تمثل هذه الشريحة وأنه قادر على تنظيم هكذا انتخابات؟ هلا من يصدق فهذا شأنه، بس أنا بعرف كل الخارج بيعرف جرائم هذا النظام أكثر ما نحن بنعرف، يعني بيعرفوا أنه السوريين رافضين هذا النظام، يعني أي نظام بيدمر بلده وبيهجر نص شعبه وبيقتل الناس تحت التعذيب وبالكيمياوي والناس بدها تقبله، يعني هذا المسألة. فهو دائما يعني هذا الشكلية اللي هو يعني بيحرص عليها، لا يقول أنه هو نظام مؤسسات بس، لكن كذي كل المؤسسات يعني هي بلون واحد ويعني تعزف نفس اللحن وتقوم بنفس الدور كلها لضبط المجتمع وللسيطرة على المجتمع، وهي أدوات سامة بإيد النظام. فلذلك عمليا بيصدقوا، يعني صدقوا، بس عمليا لا أحد يصدق هذا النظام، لا أحد يمكن أن يصدق أن هناك مؤسسات في ظل هذا النظام حقيقية تمثل من ينتمون له. لكن هذه الانتخابات هذه المرة تأتي بعد إجراءات وانفتاح عربي على دمشق، وقيام الحكومة السورية ببعض التعديلات سواء الأمنية على الصعيد الأمني حتى والعسكرية داخل منظومة الجيش، وكذلك إبعاد يعني واجهات اقتصادية، تبديل في رجال الأعمال السوريين والمتمسكين أو الماسكين بما يقال كما يقال بالموضوع الاقتصادي السوري. هل يعطي ذلك أهمية لهذه الانتخابات أكثر من باب التغيير وإقناع المحيط العربي والإقليمي؟ يعني هي رتوش، لكن أتصور أن هذه الرتوش تزيد من قباحة النظام ولا تجمل صورته.
طيب هناك لذلك استاذ بسام، هناك تقارير تتحدث إعلامية حقوقية عن دعم إيراني لبعض المرشحين، يعني بما أنه هذه الانتخابات هي صورية ومعروفة النتائج، لماذا تقوم إيران أو ما يسمونهم مستشارين في سوريا بدعم بعض المرشحين؟ لأنه في هذه المؤسسات حتى تعيد إنتاجها لصالح إيران، يعني هي الآن لها كلمتها في الجيش، لها كلمتها في الأمن على المؤسسات، فهذا يعني النظام فاقد قراره. أما كل ما يقوم به كما قلت من رتوش ومن بعض المراسيم التشريعية والقوانين اللي بيظهر أنه هو وكأنه بده يصلح وبده يعني يعني يقوم ببعض المسائل اللي ممكن يغير هذا الوضع باتجاه المتطلبات والاستحقاقات المطلوبة منه، هذه كلها يعني كذب. يعني مثلا ب 2022 طلع قانون جرم التعذيب فيه، ولا زال حتى الآن ب 2024 عم يقتل الناس تحت التعذيب. المادة 50 من الدستور السوري بتحرم التعذيب، ف هو لا زال يمارس التعذيب، والدستور 2012 وكل المعتقلين اللي ماتوا تحت التعذيب بعد 2012. يعني كان يعني هذا النظام، هذا بالنسبه للقوانين، بالنسبه للمراسيم، لكل ما يقول، لا يعني هذه لا تنضم سلوكياته. سلوكياته هو يتصرف يعني بمنطق العصابي، لا ينظم أي معيارية لأي نظام يمكن أن يستند إلى جزء من المعقولية أو المشروعية. هو كان يعني السؤال عن إيران، يعني كما تعلم إيران هي تستولي على القرار السوري في دمشق أو جزء منه أو جزء كبير، يعني وهي ليست بحاجة أصلا إلى كركوكزات كما يقال في مجلس الشعب. لماذا تقوم إذن بدعمهم وهي مسيطرة على الاقتصاد والعسكرة والثقافي؟ تقوم لأنه تحاول أن تأخذ مساحات كبيرة من القرار. هي تعرف أن هذه المؤسسة هي مؤسسة صورية، لكن بدل أن تكون أداة بيد يعني بإيد الطغمي، ممكن تصير بإيدها، يعني ممكن تلعب على بعض المحاور وبعض الشخصيات لاستصدار كثير من القرارات التي تخدم إيران أو الوقوف ضد بعض القرارات التي يعني تزعج إيران. يعني الآن هذا النظام ليس له قرار، فهو خاضع للابتزاز الروسي والإيراني، فلذلك بيضغطوا عليه، والتركي اللي بيضغط عليه من بيضغط عليه بيحاول أنه يعني هذا الضغط يحاول أن يستفيد ويضفو عند الطرف الآخر، وبالتالي يعني هي المسألة. فلذلك بقدر ما استطاع النظام الإيراني أن يسيطر على مساحة كبيرة من هذا من هذا القرار، إذا صح التعبير، إن كان في الجيش أو في الأمن أو في القضاء أو في إلى آخره، فهو بيكون بإيده، يعني بيكون هو يميز بإيده في مواجهة الآخرين. يعني مثلا نعرف انه التقارب مع تركيا وبعد تصريحات النظام اللين بهذا الاتجاه اجت الاوامر من ايران انه ممنوع، فلذلك لاحظنا الموقف اللي كان من يومين. طيب بسؤال اخير استاذ بسام، هل تتعارض هذه الانتخابات مع القرار 2254؟ نعم، تتعارض هذه الانتخابات مع القرار 2254، وتتعارض مع العملية السلمية، مع العملية السلمية برمتها. فكان على هذا النظام أن ينصاع إلى مترتبات ومستجوبات العملية السياسية، وبالتالي يدعي لانتخابات جديدة، ويعني ينفذ بعض الحالات الإجرائية أو المتطلبات الإجرائية لبدء العملية السياسية وتأمين حاضنتها. فلذلك ما بيقول فيه أن يعني تجري الانتخابات على دستور جديد، يعني تشكيل هيئه الحكومه الانتقاليه، وليس على هذا الدستور. فهو عم يحاول ان يعني يستمر في شرعيه مزوره وشرعيه غير موجوده.
أشكرك جزيل الشكر من فيينا بسام العيسمي محامٍ وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا.